تبدأ الحكومة يوم الخميس المقبل صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. وأفادت وزارة المالية أنه في 8 أغسطس المقبل سيتم استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، مضيفة أنه تم صرف 11 مليار جنيه حتى الآن في المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة ما تم صرفه دعما من الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر من عام 2019 وحتى الآن يبلغ نحو 65 مليار جنيه. عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة في إطار خطة لتشجيع وتعظيم الصادرات. وخلال الاجتماع ناقشت وزارة الصناعة والنقل المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها ضمن أهداف الدولة لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في هذا المجال على المستوى الدولي وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي. وناقش الاجتماع أيضا مع ممثلي إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية بوش للأجهزة المنزلية خطوات إنشاء مصنع في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو. أكد وزير البترول كريم بدوي أن تأصيل ثقافة السلام والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى، وأن الالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي ضرورة. وأوضح الوزير خلال الجولة التفقدية لسير العمل في حقل ظهر بورسعيد أن ما تحقق في هذا الحقل لم يكن سهلا، إنما هو طفرة وراءها مجهودات كبيرة بذلت وحققت أرقاما قياسية عالمية تستدعي الفخر. وكشفت الوزارة عن أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إيمي حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار، تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات. وفي أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، وظل خام برنت فوق مستوى 85 دولار للبرميل في وقت يقيم فيه المستثمرون توقعات أقل تفاؤلاً بشأن نمو الطلب من وكالة الطاقة الدولية مقابل مؤشرات على تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 34% ليصل إلى 82.38 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 28% ليصل إلى 85.32 دولار للبرميل، بينما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 6% لتصل إلى $2.51 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.85% لتسجل $2.28 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية منذ عام، مما عزز التوقعات بتراجع وتيرة التضخم إلى المعدل المستهدف ليقترب البنك المركزي الأمريكي من خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة. وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغير في مايو، ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف المركزي الأمريكي وهو 2%. وعلى أساس سنوي بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.3% في يونيو بعد أن صعد إلى 3.4% في مايو. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأداء أمير الاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر.